سهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي التارت البولندي. ومقادير التارت: بالنسبه للعجين 200 جرام زبده، 4 معالق كبيره سكر، نص كوب لوز مطحون، نص معلقه صغيره بشر ليمون، 2.5 كوب دقيق، 2 صفار بيض مسلوق، وهنعدي الصفار من مصفى، 1 صفار بيض عادي مش مطبوخ، رشة ملح ورشة قرفة. وبالنسبة للحشو عندنا مربة مشمش ومربة يا إما توت أحمر يا إما مربة كريز. عندنا صفار بيض وده من بيض مسلوق وعدناه من مصفى، بيض مسلوق جامد وعدناه من مصفى، وعندنا الصفار البيض العادي. الاثنين هيدخلوا في الوصفة دي اللي هي في عجين التارت. هنحط الزبدة وهنحط معاها كل المقادير الجافة، السكر وبشر الليمون والدقيق واللوز، الملح والقرفة والبيض المسلوق. ودلوقتي نحط صفار البيضة ونرجع نعجن تاني. هناخد جزء منها، هنرش شوية دقيق ونبتدي نفرد. ونجيب القالب ونشوف لو كده قدو. اوكي قدو كده كويس. وهنقطع على قد قالب الفطيرة اللي هنعمل بيها. وهنجيب الصينية عجينها الأول. بالشكل ده. وبعدين ابتدي اجيب الباي ونحط عليها عجينة بالشكل ده بحيث هنعمل زي شبك كده عليها. وهنفضل لحد ما نخلص كل الباي، وهتبقى كلها بالطريقة دي. وبعدين هندخلها الفرن على 180 لحد وشها وكمان القعر بتاعها ما يحمر، يبقى ذهبي فاتح. هي الباي دي طعمها الأساسي كله في طعم العجين، فمش بيتحط لها غير مربى فوق الوش.